12 years on, and the Syrian refugee crisis is becoming more threatening to those most vulnerable. اسم ابني محمد حسن الحسن. عمر ابني سنة ونقص 6 شهور. Mohammed was born with a severe physical disability that could be fatal if left untreated. هو بحاجة لعمليات، عملنا له عملية 7 توسيع، هلا لسه بده من 7 ل 9 وبده من 9 ل 11. كثر أول مرة كثر خير أهل الخير، ساعدونا بأول عملية وهلا والله ما قدرتنا يعني. والدكتورة صارت حاكية مع دكتورته مرتين. هلا بهاي الفترة صارت حاكية معي مرتين أنا، إنه مش هنعمل له توسيع بدون تأخير. إيه ونحن ما قدرتنا يعني تعرف على الوضع هلا، يعني وضعه بده علاج وبدنا إيجارات طرقات. ما قدرتنا نأمن هلا منين؟ يعني ما في. هالوضع ليك يعني شو؟ أقول لهم أول شيء أول شغلة أنهم الله لا يوقعهم مثل ما ذقنا. ولا يلوعهم مثل ما احنا متلوعين احنا. قد ما ذقنا وقد ما تعذبنا وقد ما خفنا على هالصغير، والله يعني اذا الله يجزاهم الخير اذا يساعدون انه بس نظبط هالولاد وابني وابوه وحيد يعني ما عندي غيره. Your mercy can save Mohammed and many other children who need urgent medical care this Ramadan. Give mercy now